ومن أخبارنا اللي حصلت امبارح، وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة زي ما قلنا في قمة تجمع البريكس اللي بتشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إنه امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل لمدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة تجمع بريكس اللي بتشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس هيستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، خاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وأيضاً إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية. كذلك هتتطرق مداخلات الرئيس لقضايا تغير المناخ وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأكد مدبولي استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع بما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية وعدد من الملفات الأخرى. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور العمل الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، من بينها ملفات التقنين والتصالح والتغيرات المكانية، وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة وبتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. واستعرض الدكتور أيمن عاشور الملف الخاص بالموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد مستشفى 500-500، موضحاً مكونات المشروع ونسب التنفيذ. وفي سياق آخر عرض الدكتور أيمن عاشور الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية بنك المعرفة اللي تم إطلاقها عام 2016، موضحاً أن إجمالي عدد المستخدمين المسجلين على منصة بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024 بلغ 4.6 مليون مستخدم، والنسبة الأكبر منهم بين 19 و22 سنة بيستفيدوا مما يقدمه بنك المعرفة من قواعد بيانات ومحتوى معرفي يتيح القراءة وتحميل الأبحاث ومواقع خدمية وأدوات داعمة. كمان امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب، وأن كافة المعلومات الواردة بمقطع الفيديو غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددة على جودة وسلامة جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، وحيث تخضع جميعها للفحص والمراجعة الدورية لصلاحيتها وآلية حفظها من خلال فرق طبية متخصصة ومدربة على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم. وناشدة الأطباء وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد عدد من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات والصاعقة، وده للاطمئنان على سير العملية التدريبية لمقاتلي القوات الخاصة بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة لشرح تفصيلي عن قيادة قوات المظلات وما تحويه من وحدات قتالية وأماكن تدريبية تخصصية، وقام بالمرور على ميدان الاقتحام الجوي وجناح القفز. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13 اللي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وده بحضور عدد من رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب والسفير المصري باليونان.